في لاس انيسيس دونك شنو تلقى رياسنا اننا ما تقدرش غادي تاخذ حتى في التعاونيه في البلاتفورم اللي كانت تقدر تديك الاريناس في لاس انيسيس يعني انا كانت الجمعيه تقدر تراقع هنا على هذه النقطه راه تكون واحد الربح كبير بزاف. حكيمة خالص رئيسة الجمعية الوطنية للمقاولات التعاونية هي أول جمعية وطنية في هذا الإطار اللي تهتم بقضايا التعاونيات المغربية. الهدف منها بطبيعة الحال هو أننا غندرسوا عدد من القضايا التي تهم هذا القطاع في كل مجالاته، سواء المجالات التقليدية الصناعة التقليدية أو الفلاحة أو المجالات الأخرى، لأنه تبارك الله التعاونيات مخلوقة في جميع المجالات الإنسانية. الهدف أيضا الترافع من أجل يعني الوصول إلى تحقيق يعني بعض القضايا ديال التعاونيات بجانب بطبيعة الحال المؤسسات العمومية، المنظمات الغير الحكومية، الجمعية ديال المجتمع المدني وكل الجهات المساعدة. من ضمن الأهداف أيضا لهذه الجمعية هو أننا إن شاء الله سنعمل بخطة حول مساعدة المقاولات التعاونية على تسويق منتوجاتها سواء محليا وطنيا أو دوليا بطبيعة الحال. وأيضا من الاهتمامات الأخرى الكبيرة التي تهم هذا القطاع هو تأهيل العنصر البشري لدى هذه التعاونيات. بغينا إن شاء الله يعني في إطار الاستراتيجية الوطنية ديالنا بإذن الله يكون عندنا صفر من الناس ديال المحو الاميه، ما يبقاوش عندنا اميين في صفوف المتعاونين والشباب والشابات اللي هما مقبلين. بغينا ايضا خلق مقاولات تعاونيه قادره قائمه بذاتها وقادره على الاستمراريه، ما بغيناش تخلق تعاونيه اليوم وتموت من بعد 3 سنين ولا 4 سنين ولا عامين، ولا تكون فقط هي كطلب يدها للاعانه فقط، بل تكون مقاوله مستقله بذاتها وبالتالي كتقدر تعيش وتدير واحد المدخول اللي هو قار ويكون بكرامه. ايضا من الاهداف الاساسيه الوصول الى المناطق القرويه من اجل الرفع من مستوى ديال التعاونيات النسائيه، لان هذه مساله اساسيه ومهمه بزاف. عدد من التعاونيات النسائيه اللي في الحقيقه اللي كتنتج وكتخرج دم من يديها ولكن عندها سلسله لتسويق المنتوجات ديالها، كتبقى ديك السلسله نوعا ما بعض المره البنيات التحتيه او بعض الاحيان حتى المعلومه الاساسيه المهمه ما كتقدرش توصل لهذه المراه القرويه. كنهدفوا ايضا لكل الشباب خريجي المدارس المعاهد الجهات الاخرى باش ينضموا ويخلقوا مقاولات تعاونيه ديالهم باذن الله، لانه بالفعل راه ما كاينش العمل فقط في داخل الدوله ولا في القطاع الخاص، كاين ايضا في القطاع الثالث اللي هو قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نتمنوا باش تكون هذا يعني ان شاء الله هذه الجمعيه فاتحه الباب لكل هذه الفعاليات وبالتالي تحقق هذه الاهداف المتوخات لصالح المقاولات التعاونيه المغربيه. السلام عليكم، معكم المهندس محمد بن عمي مدير ضيعة الأوائل منطقة العرائش، واليوم إن شاء الله كان لنا الشرف باش نحصلوا على دعوة كريمة من الأستاذة حكيمة خالص للحضور لجامعة إي سي سي، الجمعية اللي إن شاء الله غتكون بالدفاع وكذلك للمواكبة ديال التعاونيات. وهذه الفرصة هذه ما هي إلا بادرة ممتازة ومهمة بالنسبة للقطاع التعاوني، لأن القطاع التعاوني في المغرب كيعرف واحد المستوى اللي مازال خاصو التطوير، وهذه الفرصة اللي تعطات لهاد الشباب اللي عندهم مقاولات تعاونية أنهم ينضموا لها باش يكون واحد التطوير وواحد الرفع من المستوى ديال الاقتصاد التضامني الاجتماعي في المغرب. السلام عليكم، معكم مدام شقروني سمية رئيسة تعاونية ملكي وإليك لتدوير النفايات. احنا اليوم كنتواجدوا في إطار الجمعية التأسيسية للجمعية الوطنية للمقاولة التعاونية. الحمد لله اليوم تشكل المكتب التنفيذي للجمعية وهي جمعية وطنية. إن شاء الله بإذن الله غادي تعمل على يعني تساهم في النهوض بالقطاع التعاوني. حنا كنعرفوا بان القطاع التعاوني هو قطاع مهم وهو قطاع كيساهم في النهوض بالاقتصاد التضامني اللي هو اقتصاد يعني موازي لاقتصاد السوق. الحمد لله كان اليوم حضور مكثف العديد من التعاونيات اعضاء وعضوات التعاونيات، هذا كيبين بان هناك رغبه حقيقيه في المساهمه
بالنهوض بهذا القطاع هذا ان شاء الله باذن الله، وباننا يعني نحققوا واحد المجموعه ديال الاهداف اللي سطرتها الجمعيه، ومن بينها هو الترافع على القضايا ديال التعاونيات الوطنيه بشكل عام. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.